تعمل المراصد الفلكية بالسعودية في مثل هذا اليوم على رصد وترائي هلال شهر شوال لإعلان انتهاء شهر رمضان المبارك وبدء عيد الفطر. المراصد تبدأ عملها استجابة لدعوة المحكمة العليا التي تطلب من عامة الناس رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بالأجهزة المعينة على ذلك. وتحرص اللجان المشكلة في مختلف مناطق المملكة ومن لديه قدرة الترائي على الاستعداد لرؤية ورصد الهلال. عندنا في المرصد الفلكي مجموعة من المترائيين اللي حصلوا على دورات في كيفية رصد الأهلة والتعرف على منازل القمر، بالتالي يكون هناك تحديد لموقع القمر، تحديد لقوس الهلال وليس لمركز القمر. ويدور جدل بشكل دائم بين مدرستين في علم الترائي، فمنهم من يرى أن رؤية الهلال لا تصح إلا بالعين المجردة، فيما ترى الأخرى أن الصواب هو رؤية الهلال بأي شكل من الأشكال سواء بالعين المجردة أو بالوسائل البصرية الأخرى. العين المجردة هي أصلا هي الأساس في كل شيء، هي التي تنظر إلى الجهاز التلسكوب، تنظر للدربيل، هي اللي تنظر للبرنامج، فالعين مكملة لهذه الوسائل البصرية، وهذه الوسائل البصرية مساعدة. وبين الرأيين يعود الأمر في النهاية إلى الجهات الحكومية المعنية والتي تقطع الشك باليقين بإعلانها رؤية الهلال، فالإعلان يتم بعد التثبت وتصديق الرؤية من قبل قاضي محكمة المنطقة التي شوهد فيها الهلال سواء كان بصريا أو آليا. لا يكفي أن يكون نظرك حادا أو قويا كي تكون بارعا في رؤية أو رصد الهلال، فالكثير من الناس يتمتع بهذه الموهبة، بل يجب عليك أن تقرن الموهبة بالعلم وتتقن معرفة منازل القمر بالشكل الصحيح. حمد المحمود، سكاي نيوز عربية، حوطة سدير.